وبركاته نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون، نستهلها كما العادة بعرض بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء رئيسة مؤسسة ليلى أسماء للأطفال والشباب الصم تترأس بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية. وضمن عرضنا الإخباري أمسية في مدح خير الأنام بالزوق بحضور مجموعات موسيقية تختص في هذا النوع الإبداعي. وفي النشرة أيضا استال الستار بسمارة على فعالية الدور الرمضاني الأول لجمعية الساقية الحمراء للرماية بالنبال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالتها. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لجلالة الملكة إليزابيث الثانية ولأسرتها الملكية الجليلة بموفور الصحة والهناء، وللشعب البريطاني بطرد التقدم والازدهار. وبتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس مثل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اليوم السبت بليبرفيل جلالة الملك في مراسيم إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الغابوني الراحل الحاج عمر بونغو أونديمبا. وجرى حفل إحياء هذه الذكرى برئاسة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا في القصر الرئاسي وبحضور رؤساء دول مالي، الكونغو، إفريقي الوسطى، الطوغو، غينيا الاستوائية ومسؤولين أفارقة آخرين. في شأن التربوي ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء رئيسة مؤسسة ليلى أسماء للأطفال والشباب الصم اليوم السبت بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2018-2019 للمؤسسة. تقرير محمد نوار. صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء استعرضت لدى وصولها إلى مقر مؤسسة ليلى أسماء للأطفال والشباب الصم تشكيلة من القوات المساعدة أدت لسموها التحية. واطلعت صاحبة السمو الملكي بنفس المناسبة على مشروع بيداغوجي لمؤسسة ليلى أسماء تم إنجازه بتعاون مع معهد الشباب الصم بنانسي وأنشطة من الحياة الجامعية لطلبة المؤسسة بكلية العلوم بالرباط، فضلا عن التعليم الدامج للطلبة المستقبليين للمؤسسة بالجامعة الأورو متوسطية بفاس، وأنشطة حول مشاركة تلاميذ المؤسسة في قرية التخييم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير خلال صيف سنة 2018. كما اطلعت سموها على مشاريع بناء المراكز الجهوية للمؤسسة بما فيها مركز الأميرة ليلى أسماء سايس ومركز الأميرة ليلى أسماء تادلة. وتتبعت سموها بعد ذلك فقرات الحفل الذي افتتح بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم رتلتها إعداد تلميذات المؤسسة، حيث تم تقديم عروض للرقص من طرف تلاميذ المؤسسة وعروض فنية لفرقة أشكاين، إلى جانب أخذ صور تذكارية لسموها مع المشاركين في هذه العروض. وسلمت صاحبة السمو الملكي بشكل رمزي جهازين مساعدين على السمع من أصل 30 جهازا ونظارتين من أصل 30 تكفلت بها مؤسسة المكتب الشريفي للفوسفات. بعد ذلك استمعت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء لتقرير حول صحة الفم والأسنان والعلاجات التي استفاد منها تلاميذ المؤسسة خلال هذه السنة الدراسية، قدمته عميدة كلية الطب الأسنان بالرباط السيدة نوال بويحياوي. كما سلمت سموها جوائز تقديرية للتلاميذ المتفوقين. في أخبار الحوادث، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سمارة زوال أمس الجمعة من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب 8 مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا المخدرات والعصيان والتخريب العمدي، وذلك بعدما تعمد الاصطدام بواسطة سيارة للدفع الرباعي مع مركبة للشرطة،
متسببا في إصابة شرطيين بجروح، فضلا عن تعريض عنصر من الفيلق الخفيف للأمن للضرب والجرح بواسطة قضيب حديدي. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم السبت بأن المشتبه فيه كان رفقة مساهمين ومشاركين آخرين قد استغلوا الإفراج عن شخص مدان من أجل جرائم سابقة تتعلق بالمس بالنظام العام والتعييب العمدي والتجمهر المسلح، وذلك بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية المحكومة عليه بها، حيث قاموا بافتعال أعمال شغب وتعريض عناصر الأمن للعنف بواسطة قضيب حديدي ومحاولة دهسهم بسيارة رباعية الدفع، وهي الأحداث التي وثقتها مقاطع مصورة منشورة على شبكة الإنترنت. في شأن صحي، حملة للتبرع بالدم تنطلق بالداخل، والهدف إشاعة ثقافة التبرع بالدم من أجل إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص. الحملة من تنظيم جمعية مرضى اللوكيميا وسرطان الأطفال وإشراف المديرية الإقليمية للصحة بالداخل ومشاركة مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين بجهة الداخل وادي الذهب. بكر دليمي ومحمد الدس. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يتم بفضله علاج الكثير من الناس وإنقاذ حياتهم، فأساس التبرع بالدم هو التطوع. حملة تبرع من تنظيم المديرية الجهوية للصحة وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين بجهة الداخل وادي الذهب وجمعية مرضى سرطان الدم، حملة ستستمر لثلاثة أيام وتسعى لنشر ثقافة التبرع بالدم. هذه الحملة هذه اللي غادي تستمر لمدة ديال ثلاثة أيام، 7 و8 و9 يونيو، سنأمل منها أننا ننشر ثقافة ديال التبرع بالدم في الجهة، واللي الحمد لله حملة بعد حملة تبين بأن سكينة الجهة واعية بهد الأهمية ديال التبرع بالدم، واللي تتمكننا بأننا نلبيو الحاجيات من الدم والمشتقات ديالو في المؤسسات الاستشفائية بالجهة بصفة تامة. حنا اليوم كنتواجدوا بمستشفى الحسن الثاني بالداخل، واللي درنا الحملة الرقم 11، الحملة 11، وجميع الحملات الحمد لله درنا في مدينه الداخله نالت واحد كتنال واحد الاقبال ممتاز، من كيكون من 70 متبرع حتى 100 متبرع في كل حمله. الحمد لله كان مع التواصل مع الناس والتوعيه ديال ثقافه التبرع بالدم، الناس كاملين الحمد لله راه كيستجيبوا لهذا العمل الانساني والتضامني. هناك ثلاث فوائد للتبرع بالدم، وهي فوائد صحية وإنسانية ودينية. فالصحية تتمثل في تنشيط خلايا النخاع العظمي، وفوائد أخرى والإنسانية تتمثل في إنقاذ حياة عدد من الأشخاص. أما الفوائد الدينية فالتبرع بالدم زكاة عن صحة المتبرع وينال فضل إنقاذ حياة الأشخاص. جيت اليوم نتبرع بالدم في إطار هذه الحملة المنظمة فعالية المجتمع المدني، عقب الإشعار اللي سمعناه أمس في خطبة الجمعة، تفاعلا مع هذا يعني هذا الأيام التضامنية أو التحسيسية اللي يشرف عليها المجتمع المدني، وهون كذلك الكوادر الطبية في المستشفى الحسن الثاني، جينا نتبرعوا بهذه المادة اللي ما قد يحصل عليها الإنسان شي ما هو طريقة التبرع. وكذلك مولين الفوائد الصحيه، حتى المتبرع عنده فوائد صحيه يستفاد منها جسمه. انطلاقا من قول الله تعالى: من احياها فكانما احيا الناس جميعا، القيمون الدينيون هنا بجهه الداخل وادي الذهب حضروا بشكل مكثف لاجل هذه الغايه، الا وهي التبرع بالدم. وبطبيعه الحال لمالي للتبرع بالدم من يعني قيمه ودلاله رمزيه تدل على التعاون والتكاثف والتماسك بين نسيج المجتمع، لا سيما وأن يعني بعض الناس يعني يتوفاهم الله تعالى وهم في حاجة ماسة إلى مجرد قطرة من الدم. بفضل الحملات الطبية للتبرع بالدم أصبحت جهة الداخل وادي الذهب
تتوفر على استقلالية ذاتية في مجال توفير المادة الحيوية في مختلف مراكز الاستشفاء والمركز الجهوي لتحقن الدم بمستشفى الحسن الثاني بالداخل. بالعيون، قام أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي المنسقيات الجهوية الإقليمية والمحلية وكذا المنسقية العامة للجهات الثلاث للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قاموا بزيارة لمنزل المرحوم الحسن الزروالي الذي وجد مقتولا ببئر بشرق مدينة العيون مؤخرا. وتأتي هذه الزيارة في سياق تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المرحوم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل الذي لا رد لقضاء الله فيه والتخفيف من ألمهم. تفرح حماد والصالح الكبير. كان لخبر انتقال المغفور له بإذن الله تعالى الحسن الزروالي إلى جوار ربه وقع الصدمة على جميع من تحتضنهم هاته الأرض الطيبة. فجريمة قتل هذا الفارس المغوار الذي ترجل راحلا من على صهوة جواده عن عمر لم يتجاوز 69 سنة إثر جريمة قتل النكراء لفت جميع من تابع مجريات قتله بغيمة من الحزن العميق. جئنا نقدم العزاء إلى أسرة الفقيد الحسن الزروالي بجميع فروع المرصد والتنسيقيات على الصعيد الوطني، كذلك يعني بجميع التنسيقيات. إن لله وإنا إليه راجعون. والشيخ الزروالي الآن يعلمنا بعد وفاته أكثر من حياتي لأنه أثر إشكاليات متعلقة بالتنشئة والتعليم، إذن كان حدث مهم جدا. إحنا هذه مناسبة من طرف الكويرة باش يكون اللحمة الوطنية بموضوعية باش يكون استقرار ويكون الأمن وحل مشاكل، وحنا فرحين في شمال المغرب وفي جنوب المغرب باش جميع القضايا اللي كتمس أي كجسم واحد ما يمس عضو يتأثر باقي الأعضاء. نجي باش نقدموا العزاء لعائلة الحسن الزروالي لأن أصبحنا جسد واحد وقلب واحد، يعني كيما تألموا كانت تألموا حنا وكنجدوا على الراحة وما تمنوش الحالة تكرر. وبفقد هذا الإنسان الخلوق الذي شهده بلمات الخلق والورع وحسن العشر، التفى أعضاء المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الذين جاءوا عن بكرة أبيهم من مختلف ربوع المملكة تقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم الحسن الزروالي في مشهد مهيب يوحي إلى صدق التلحم والتعاضد بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. اللجنة اللي جات لجنة حقوقية رحنا بها ونتمنوها نتمنوا منها لا الفرع اللي كان في العيون ولا الفرع اللي كان داخل المملكة أن تعمل جهودها بين يظهر الحق حتى في الجنات باش تكون عبرة لهاد الناس المتطفلين كما اللي قبل ومتعدين ومجرمين، لأنه الأمان هو الأمن، الأمن هو كل شيء. الله يرحمه ويوسع عليه وله رحمة الله هذا العظيم، الله يرحمه ويوسع عليه وله رحمة الله يرحمه ورحمنا رب العالمين. نذكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة والمال العام على هذه الزيارة وعلى هذا التعزية اللي قاموا بها في المنزل ديالنا، هذا كيخف علينا بزاف من الألم ديالنا اللي جانا من عن طريق الوفاة ديال الوالد ديالنا هذيك الطريقة البشعة. كنشكرهم، كنشكر الناس اللي وقفوا معنا طيلة المحنة ديالنا من النهار الأول اللي اختفى الوالد من 22 دابا، ومازال الناس كيجونا كيعزوا من جميع مناطق المغرب. بعد رثاء المرحوم وتغني بخصاله وفضائله الحميدة التي عز نظيرها، توجه أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي المنسقيات الجهوية الإقليمية والمحلية وكذا المنسقية العامة للجهة ثلاثة للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام صوب قبر المرحوم الدعاء له وترحم على روحه الطاهرة. وكما أشرنا إلى ذلك في عناوين النشرة، إلى مدينة صاف التي أحيت بها جامعة الصدقة للثقافة والفن أمسية في محي خير البرية علي عبد الله الصلاة والسلام، ذلك بحضور مجموعات موسيقية تختص في هذا اللون الإبداعي. أمسية قامت الفرجة والاستمتاع لساكنة هذه البلدة في المتبع حمطار محمد توزي ومحمود الشراكي. جمهور مدينة صدقة كان على موعد مع فقرات هذه الرمزية البحرية التي قدمت خلالها واحات فنية أبدعت في تعداد مناقب وفضل وهليل خصال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. مجموعة مديحية من عمق أقاليم الجنوبية حضرت بوصالات التي تختص في هذا اللون الفني والتي كان له وقعه في نفوس متتبع الأمسية الفنية. جاي الزاكية كنا محرص الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا. الناس ساكنة كاملة من شمال المملكة إلى جنوبها تعرف وتسمع هذا اللي نقوله وتفهم، شاكنا الناس اللي سهروا هذه الليل المدعية وشاكين الجمهور اللي كان حاضر وشاكين الناس اللي ساهمت كاملة في فراز متحمل مصطفى عليه الصلاة والسلام
نتمنى عندهم أن هذا النوع من الثغرات انخرط في جميع الطاقات وجميع عنده غلال الطاث الحساني، أنه هذا النوع من الثقافة هو اللي يخلي الناس نبرد بثقافتنا نحن كمداحة للساكن. المدهية الزنا الوارع اللي شادوا بالشعر ياسر الغناء الزين وعندنا عشلة يقول الشعراء ما قالوا شعراء ثانية في حرس الله عليه وسلم ما قد يقول باش نحن من حرس الله عليه وسلم نحن شان سكان زاك كامل بدون استثناء داخلين على حضور الزين الراقي سهر الزين تمنى تمتعد كل دانا إن شاء الله في ساك. جمهور هذه السهرة المدينية تفاعل وقوة على الوسط المقدمة وصلت امتزجت القصيدة الشعرية فنت في وسط ناخب خصال رسول أعضاء تغنت فيها المجموعة الموسيقية. بهذه المناسبة ومناسبة نجاح الليلة المديحية ولله الحمد نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الليلة المديحية خاصة السلطات المحلية والمجلس الإقليمي أعزز كل مجلس لديه للزار ونشكر الحضور الجمهور النوعي الذي حضر هذه ومسية المديحية تحيي هذه الأماس المباركة وتقدم ساكن مدينة الزار طبقا فنيا يساهم في شعائر ثقافية بهذه المنطقة والتي تبدي عشرا لا متناهي لهذا اللون الفني. في الخارج الرياضي وتشعار رماية بنبل مهرة وقيم أطل السار في القاعة المغطاة بالسارة فعالية الدولية رمضان الأول لجمعية ساقية الحمراء لرماية بنبل تظهر عفت مشاركة قياسية لشباب ويافعين من مخارط التنظيمات الجماوية بالإقليم ويسعى منظمها إلى التعريب بهذا الصنف الرياضي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. متابع عمر ميارا ومبارك البعثة. بدءا من جماعة ترابي بالسمرة ومن مجموع الأنشطة الرياضية المنظمة بمناسبة شهر رمضان الأبرك الشتيقة على المغطاة السمرة على إغاء منافسة الدوري الرمضاني الأول للرماية بنبال الذي بادر إلى تنظيمه جمعية الساقية الحمراء للرماية بنبال التي رفع كشعار للدورة الأولى الرماية بنبال مهارة وقيم. أطول المنافسة تميز بمشاركة 250 مشاركا ومشاركة يمثلون أربع جمعيات تربوية ليتأهل بعد المراحل الإحصائية ست أبطال خوض مباريات نهائية. التظاهرة لم ينعها هذه الجمعية عرف إجراء أورة تكوينية تفادى إلى هوات الرياضة لدروس نظرية وأخرى تطبيقية بادرة للتعريف بهذا الصنف الرياضي الذي بدأ يعرف إقبال من طرف مختلف فئات عشاق رماية بنبال. الأساس هو التعريف رياضة رماية بنبال وتوسيع نطاق ممارستها من خلال هذه الأيام مجموعة شهر ونص من العمل اختمنا على أن كل جمعية قضم ست وهذو ست بين الإحصائيات اللي أعطونا تقريبا كل جمعياتنا ممارس واللي هي اللي منعيش لحظات الدوري الرمضاني والنهائي الدوري الرمضاني الأول اللي الأول من نوعه في دين الصارة والهدف أساسا هو أبناء الإقليم أولا وأخيرا. اليوم الخير اللي عدنا هاي الكومبيتيسيون بقلنا تقريبا ست مشاركين فيهم أربع أبطال ديال الجمعيات وجوج طفلات بالإضافة إلى روات ديال الجمعية ديالنا ويعني هذا الأدوار هذه اللي عدنا يعني هدف ديالها هو توسيع القاعدة يعني ديال الرياضة ديال الرماية بالنبال والتاليف ديالها. لجنة منظمة للدوري ومن خلال هذه النقطة تدعو اللجنة الأولى لعملها في مجال رياضة النبال وفق برنامج متنوع مع التقييم والتكوين وكذا تهيئ أبطال في هذه الرياضة لتمكين مدى الإصبع في مختلف المواعيد المنافسات. وفي إطار ذاته وبتنسيق مع ولاية جهة العيون الساقية الحمراء وبشراكة مع الجماعة الترابية لفم الواد وشركة فوس براعة نظمت جمعية العيون للرماية والقنص فعاليات دولية لرمضان للرماية بسلاح الصيد دوري تميز بمشاركة العديد من هواة هذه الرياضة بمختلف الأقليم الجنوبية. أجواء اليوم الختامي لهذه المنافسات في ربراج لغالي جارحي كاميرا عبد الله محمد. منافسة دوري رمضان في الرماية بسلاح الصيد فرصة لعدد من هواة الرماية بالأقاليم الجنوبية الذين حجوا بكثافة المشاركة في هذه التظاهر الرياضية بغية تعزيز التنافس وإظهار المستوى المتطور لهذه الرياضة بالأقاليم الجنوبية لا سيما في السنوات الأخيرة. رياضة تجمع بين الشغف والمتعة والمنافسة بات تستقبل الكثير من الشباب من هواة ومحبي هذه الرياضة. اليوم جينا شاركنا في رماية رمضان لهذه الجمعية اللي سعاتنا وكانت الأمور جد 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 رائعة بين المنافسين والأمور الحمد لله في أحسن ورام ونشكرهم. الحمد لله هذه التظاهرة الدوري ديال رمضان للرياية بمدينة العيون الأمور الحمد لله كانت بخير وعلى خير وجميع التوقعات اللي كنا نتوقعها من هذا التظاهر كلها داز بخير وعلى خير. اليوم فعلا كان ختام فعاليات الدوري الرماية الرياضة بسلاح الصيد جماعة ملوان اليوم كانت الأمور الحمد لله زادت في أحسن حالة جاو الرمات من جميع المدن المجاورة الجدور طرفها وتم الحمد لله في أحسن مرام كانت نتيجة من نتائج جدا سنة الحمد لله. وكما شاهدوا هناك جوائز اللي هي قيمة اللي ساهمت فيها مجموعة من الفعاليات جزا الله خير. مشاركون يجدون في هذه المسابقة والدوريات التي تنظمها جمعيات مختصة فرصة للتنافس وصقل المواهب وإظهار المؤهلات أملا في توسيع دائرة المشاركة مستقبلا والانفتاح على منافسات أكبر. تغطيل وجديد الصحف الإلكترونية الجاوية صادر في يوم غد طيب تقرير زميل محمد نور.
نسأل خير سنة بجديد الصحف الإلكترونية الجهوية من موقع داخل تي في الذي أكدنا رئيس المجلس الجهوي للداخل وادي ذهب سأصى صباح اليوم السبت بمقر الجهة اجتماعا لمكتب المجلس الاجتماع أهم مناقشة النقاط المقترحة درجه في جدول أعمال دورة المجلس الجهوية العادية برسم شهر يوليو 2019. ومن جهة تناول موقع المصدر ميديا موضوع الألغام في الصحراء قال إن الألغام المضادة تحصد مئات رواحل الشر سنوية بالأقليم الجنوبية كما تعج المنطقة بالألغام بشتى أصنافها وأنواعها في عجز تام لهيئة الأمم المتحدة التي من أهم الاتفاقيات المبرمة معها إزالة هذه الأجسام التي تشكل خطورة على ساكنة. موقع طنطان 360 تداول موضوع سخر العقود الزي من الانترنت وأضاف الموقع أنه في إطار تقريب الخدمات من المواطن أعطيت الانطلاقة رسمية لتعميم الشبكة الإلكترونية طلب وثائق الحالة المدنية على مستوى جماعات الترابية التابعة للأقاليم والعملات بالمغرب بشكل رسمي. تتمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعملات والأقاليم من التوصل من خلال موقع إلكتروني وثيقة بوائم بوثائق الحالة المدنية النسخة المجهزة والكاملة من رسم الولادة دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكتب الحالة المدنية بمحل ولادته. وتناول موقع الصحراء اليومية تغطية خاصة حصية وثيق لحظة وصول وفد عيان قبيلة الحسن إلى منزل أسرة الفقيد الراحل الشيخ الزوالي لتقديم تعزية لأبنائه وأسرته وقبيلة بويا بعمان على العموم. ونختم مقارنة جديد مواقع الإلكترونية الجهوية من موقع صحراء زوما الذي أورد خبر جاء فيه أن المفوضية الأوروبية توجه من حمالية تبلغ 4 ملايين أورو لساكنة مخيمات تيدوف جنوب غربي الجزائر مؤكدة التزامها بدعم الآلاف من السكان الذين يعيشون وضعا صعبا بهذه المخيمات. قبل الختام تعلن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم إضافة 60 دقيقة إلى توقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يومه 9 يونيو 2019. وهكذا سيكون المواطنون بالمملكة مدعوون إلى إضافة 60 دقيقة إلى توقيت غرينتش بحلول الساعة 2 صباحا من يوم غد الأحد. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد مبارك والحسين عن عمر ينهز المئة والأربع سنوات أفقي ينتمي لقبيلة أيت عمران وكان أحد أسرة المقاومة ورأي جيش التحرير. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير والعلي والمبارك عن سنين يناهز 90 سنة أفقي ينتمي لقبيلة أيت عمران وهو من أسرة المقاومة وجيش التحرير. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى مرحومة جماعة محمد منصور عن سن تناهز 94 سنة فقية تنتمي لقبيلة أيتوتا. وانتقلت إلى عفو الله تعالى بالعاصمة الموريتانية والشوط المرحومة عزوها محمد سالم والبخاري عن سن تناهز 56 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد السبع. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسنهم في صحة جنته وألهم ذويهم الصبر والسروان وإن لله وإنا إليه راجعون. ولا نصل إلى ورقة خاصة بأحد الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحولها حيث سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية ثلاثة النهار كالفي العالمية الجنوبية حيث درجات الحرارة تزيد على العاصمة الرباط ومن المتوقع أن تسجل 22 مئوية. نحن نعيش كذلك في سيدي إيفني 35 بصار 35 بأسى 33 بصار 32 ببقاع و 30 بسمار 38 بأوسرد 34 بمطريكة 33 بقلت التزمور و 24 بالدعم. بالنسبة لحالة البحر على ضد السواحل الجنوبية للمملكة سيكون البحر قوي لجان وعلو الموج سيصل إلى 3 أمتار بحول الليل. شروق الشمس غدا بحول الليل تعلم مدينة العيون سيكون على الساعة 7:00 أما غروبها فعلى الساعة 8:41. مقاييس درجة الحرارة بعد الأندوني والعواصم المجاورة لبلادنا 44 بالربيع 45 بسودان 34 بالجوف 41 بالطائف 40 بالمرور وباكو 28 من المتوقع أن تسجل في الوادي. إلى التذكير بالعنوان تابعنا ضمن النشرة صاحبة سمو الملكي الأمير للا أسماء رئيسة مؤسسة الأسماء للأطفال والشباب الصم تترأس بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية. وكان ضمن عرضنا الإخباري أمسية مدح خير أنام بالزك بحضور مجموعات موسيقية تحتضن أو تختص في هذا النوع الإبداعي.
وتابعنا ضمن نشر إزدو ستاري بسمارة على فعاليه الدوري الرمضاني الأول لجامعة الصقيط الحمراء للرماية بأنيبال. نهاية نشرنا المباشرة قبل ما السلام عليكم.